ما حكم الصلاة في الروضة المباركة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذه الصلاة ليست بالفريضة وليست تحية للمسجد؟ الروضة الشريفة هي ما بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته، ولا علاقة لها بالقبر، فلا يجوز أن الإنسان يعتقد أنه يصلي عند القبر، وإنما يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في روضته. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فالصلاة إنما هي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليست عند القبر، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد لأنه اعتقاد باطل، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور.